هلا والله بالدكاترة، السلام عليكم، كيف الحال؟ هلا. إن شاء الله بلوق اليوم حيكون يوم الملتقى في جامعة أم القرى. طبعا هذا اليوم حيكون فيه 3 تخصصات: الإدارة والهندسة والطب. فشرح مفصل أو بسيط عن كيفية الملتقى، يعني إيش فيه في الملتقى وكذا. طبعا الملتقى عندنا في جامعتها سووه عشان الناس اللي دوبهم داخلين الجامعة ما هم دارين عن أي حاجة ولا شيء، بحيث إنه أي واحد من المسارات الإدارية والعلمية والصحية يقدر ياخد نبذة كبيرة أو معلومات كبيرة عن الجامعة من أندية كليات، وكمان العمادات يمدي يسألهم، وفي فعاليات وأنشطة تصير في نفس الملتقى، فشيء رهيب صراحة يكون من جد. فنحن يعني أعضاء من نادي السنة التحضيرية، ودحين راح أوريكم يعني كيف التنظيم الرائع اللي جوه. مره تنظيم اسطوري، مره تنظيم مره حلو، احلى من السنه راحه صراحه. فدحين ندخل ونوريكم. يلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحين انت عمال السنة التحضيرية المسار العلمي. نعم. فاشرح لنا ايش في عندكم يعني. اول شيء في السنة التحضيرية في 3 مسارات: المسار الطبي والمسار الاداري والمسار العلمي. الان انا مسؤول هنا عن المسار العلمي. المسار العلمي هو الذي يضمن تخصصات اللي هي الهندسة وكل انواعها، والحاسب الالي بكل تبرعاته وعدة اقسام. فالسنة التحضيرية في المسار العلمي عبارة عن مواد علمية مرتبطة بالتخصصات اللي بيوصلك لها المسار. فانه موجود في الترم الاول حاسب، مهارات تعلم، انجليزي ورياضيات، هذا الترم الاول. اما بالنسبه للترم الثاني فحيكون عندك فيزياء، برضو رياضيات، برمجه حاسب الي، مصطلحات هندسيه او تكنيشن انجلش او شيء يسمونه زي كذا. فهذه هي السنة التحضيرية بموادها. الآن نجي لتفصيل الدرجات وهذه الأشياء. فكل مادة حيتوزع الطالب، يعني توزيع الدرجات لها والدكتور حيقول له. فبالنسبة لتفاوت المواد والصعوبة في هذه، فهي ما في شيء صعب، لأنه السنة التحضيرية زي ما عدوها الشباب حتعديها إن شاء الله، وحتمر إن شاء الله زي ما يقولون سهالات. يعني انت ماسك المسار الهندسي؟ اي نعم، المسار الهندسي وبشكل عام المسار العلمي. الله يعطيك العافيه حبيبي. سلام. معك عبد الله الحياني، تدريب خاص بالسنه التحضيريه من فريق عطاء التطوعي. لخص لكم الاشياء اللي حتواجهوا بالسنه التحضيريه، نصائح مهمه جربناها احنا، اشياء بتفيدكم بشكل غير طبيعي، لان هاي تجربتنا، بدل ما تضيعوا وقت وجهد درجات على اشياء موجوده، لو احنا نساعدكم كيف تجيب افضل اشياء او افضل درجات وافضل مننا. يديك العافيه. عافيك. اهلا وسهلا بكم في نادي السنه التحضيريه. حابب اعرفكم عن النادي فيه عده لجان، كل لجنه حسب اختصاصها بتقوم بعده انشطه. عندنا مثال اللجنه الطبيه تقوم بالفعاليات الطبيه مثل اليوم العالمي للسكري، اليوم العالمي للبصل، واليوم العالمي للسرطان. هذه كلها بتكون بتجيه طلابي، الطلاب يشرحوا فيها ويشرحوا الامراض هذه للناس. طيب عندنا اللجنه برضه اللجنه الاعلاميه تقوم بتغطيه كامل فعاليات النادي، في دورات تدريبيه احترافيه. برضه عندنا اللجنه الرياضيه، عندنا دوري بلاي ستيشن، دوري كره قدم، دوري التنس، دوري التنس الارضي. هذه كلها تقام على مستوى النادي. عندنا برضه لجنه الفنون والمسرح، عندها مسارات كثير زي مسار الالقاء، مسار الانشاد، مسار التمثيل، ومسار الشعر ورسم التشكيلي وفن الجرافيك. يعطيك العافيه.
طبعا الطلاب اول شيء يبداوا هنا من التسجيل، ياخذ اوراق فيها طبعات عشان يضمنوا انهم يزوروا الانديه، العماده، عماده شؤون الطلاب وجهات المسانده، وعندكم الكليات. فحياخذوا لفه كامله، وطبعا هم حيكون عندهم ورقه فيها طبعه عشان يبان انهم زاروا المكان. وبعد ما يخلصوا جولتهم من كل مكان ويفهموا في الجامعه، يدخلوا يستلموا بطاقتهم الجامعيه في هذا المكان، وياخذوا البطاقه من هنا صح؟ ياخذوا رقم، وبس اول ما يجي الرقم عندهم يستلم بطاقتهم، وفي هدايا برضو يعني هدايا ترحيبيه وعاد ويستنوا دورهم. طبعا هذا ما شاء الله الدكتور عمرو السقاف المسؤول عن المنطقه، ما شاء الله بنفسه يعني جالس ينظم. الله يعطيه العافيه. اهم شيء في المنطقه يعني اتمنى انه نفس الطلاب يكونوا هم حريصين، يعني هم حريصين بالفائده، مو يجوا كذا ياخذوا بطبعوا ماشيين كذا. اهم شيء الفائده فعلا، اهم شيء تاخذ الفائده، لانه صراحه نظام الجامعه ما فهمته هذه الحاله تقربك، فلازم تكون حريص. طبعا هنا ياخذوا بريك كذا بسيط قبل ما يخشوا ياخذوا بايقهم، او انه ياخذ رقم ويستنى هنا يلعب، ياخذ شويه نص ساعه. ما شاء الله الجامعه موفره حتى الى سوني ما شاء الله، وحاطين شوف سيارات ايوه حركات والله، جايبين كمان الالعاب اللي تاخذ يعني تاخذ العاب جماعيه، ممكن تشوف لك ناس تجي معاهم. هالشيء والله مره بطل، اهم شيء فيفا تقول لي دعسه. حتى ما شاء الله كمان جايبين فرقه من شركه نيكون، مصورين محترفين ما شاء الله تبارك الله، عشان يوثقوا الملتقى. كده خلاص خلصنا الملتقى، الحمد لله كان يوم يعني جميل، في ناس استفادوا، ان شاء الله السنوات الجايه احلى، ونشوفكم في فيديو ثاني. سلام.